او تنشيط الاقتصاد الكويتي في اعتقادي؟ اول شيء التراخيص اللي عندنا هذه عندنا مشكله في التراخيص وتعقيد التراخيص تجارية. التعبير نعم للموظف وغير موظف لازم افتحها صح هذه اجباريه انا اتوقع كذلك التراخيص اللي هي المنزليه اللي تتعلق على غير التاح يعني لو انت تفتحها للكل الكل يعمل يعني ما في مشكله يعني. انت اليوم تبي تحول يفترض ان اذا خلينا 95% من الكويتيين يشتغلون في القطاع الحكومي اليوم طبعا هذا يعني معادله سيئه جدا للاقتصاد البلد فاليوم الباب الاول ياكل يعني صحيح. معظم دخل الدوله دخل الدوله ثابت وعلى كاهلها بدل ما نحولهم الى القطاع الخاص ونبدي ناخذ منهم ما بقول ضرائب ولكن ناخذ منهم يعني من الشركات على الاقل من الفوائد بنسبه معينه لان في هناك نسب معينه ممكن ناخذها من الشركات من الارباح ونحول البلد الى حركه تجاريه اقتصاديه فعليه فاتوقع اليوم عندنا عمليه صعبه جدا اليوم وزاره التجاره يعني قاعد يقومون باكثر في امور ترى ان تطلعها يعني رقابتها على بعض الامور مثل المحلات والاغذيه هذا اعطيها وزاره الصحه واطلع منها يعني انا ليش اتعب نفسي؟ كذلك افتح شركات خصخصه اعطيها هم اللي تفتش انا ليش انا افتش واعطيه مكافآت يعني افتح شركات أشيل استودعات تخزين لمراقبه السلع بدل المواد الفاسده اللي قاعد تخزن في المنازل وخاصه على المناطق الحدوديه بس هذه المره الثانيه لازم اشيل من نفسي من الامور اللي هي يعني موجوده عندي صار لها اكثر من 50 سنه اعتقد يعني جدواها الاقتصاديه كوزاره يعني غير مجديه للتطوير فانا اليوم مشغول في الروتين اليومي في المشاكل اليومية ما أقدر أفكر في النقلة